بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد الاضحى المبارك وجدد رئيس مجلس الشيوخ في البرقيه جدد العهد بدعم الرئيس السيسي في مسيره الانجازات التي تتحقق على يديه مؤكدا مواصله العزم والتقدم على خدمه شعب مصر العظيم وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار